سلطنة، شوط هيبة، شوط نجد، شوط لبيه، شوط عوايد، شوط جوهرة، شوط أميرة. هذا هو شوط البكار المفاريد. الوضح المركز الأول، المتوجة التي ستسجل بطلة متوجة في شوط البكار المفاريد. الوضح هذا الشوط الذي سيخلد في الأذهان، وستبقى الجماهير تروي هذا الشوط وتحفظ هذا الشوط. شوط لن ينسى أبدا على الإطلاق لما حضر فيه بن جختب من أسماء كبيرة. ننتظر وإياكم كما ينتظر بن جختب صاحبة المركز الأول المتوجة في هذا اليوم. عوايد ولا جوهرة ولا أميرة ولا لبيه ولا نجد يا بن جختب؟ وين يميل بن جختب مع هالأسماء الحاضرة والمتواجدة؟ ست أسماء أمامكم تشاهدونها بكار مفاريد. وضح هذه والله السيطرة يا بن جختب. حضر الزين ويستاهل، من حضر الزين يستاهل. والمركز الأول يلا يا مخرجنا أعطينا صاحبة المركز الأول. الجميع ينتظر المتوجة وصاحبة المركز الأول الفائزة في شوط البكار المفاريد. الوضح نترقب ننتظر. عوايد نوادر الجزيرة، جوهرة نوادر الجزيرة، أميرة نوادر الجزيرة، لبيه اسم غالي، اسم كبير على بن جختب. ما سمى بن جختب لبيه إلا على اسم قوي واسم لحضور. كانت صاحبة المركز الأول في العام الماضي لبيه، وسمى الاسم مرة أخرى في هذا العام في شوط البكار المفاريد، وأيضا حضور نجد نوادر الجزيرة. أسماء كبيرة يحضر فيها بن جختب في هذا اليوم مع هذا الشوط. وين المركز الأول؟ المركز الأول يا بن جختب، وين ترشيح بن جختب على المركز الأول مع لبيه ولا نوادر الجزيرة ولا عوايد ولا جوهرة نوادر الجزيرة ولا أميرة نوادر الجزيرة ولا الفردية اللي تحمل المركز الأول؟ وين يا مخرج المركز الأول وين؟ لبيه نوادر الجزيرة صاحبة المركز الأول. لبيه يا بن جختب على هالحضور يا أهل المفاريد. ضرب القوس يبغي شجاعة عزم وفواد، الفوز يبغي نظر وفلوس، فردية تلجم النقاد. لبيه نوادر الجزيرة الاسم الأغلى على بن جختب، الاسم الكبير لبيه نوادر الجزيرة. تستحق نعم التحية يا بن جختب على هذا الحضور. المركز الثاني عوايد نوادر الجزيرة صاحبة المركز الثاني. ألف مبروك يا بن جختب على هذا الفوز وعلى حضور وحصول عوايد نوادر الجزيرة على المركز الثاني. المركز الثالث الآن نتابع المركز الثاني والحاصلة على المركز الثاني في هذا الشوط والمتوجة في هذا الشوط. 7866 ألف مبروك يا بن جختب هذا الحضور وهذا التواجد، تواجد الغير مستخرب من كينج النظر. حضر الزين هاليوم يستاهل اكتساح المراكز. والمركز الرابع الآن المتوجة والحاصلة على المركز الرابع في هذا الشوط. تبقت ثلاثة أسماء، أميرة وجوهرة ونجد. وين المركز الرابع في هذا المساء مع جوهرة نوادر الجزيرة؟ ألف مبروك يا بن جختب. المركز الرابع جوهرة نوادر الجزيرة. الآن تبقت متابعين الكرام نجد نوادر الجزيرة، أميرة نوادر الجزيرة. والمركز الخامس المتوجة في المركز الخامس نجد نوادر الجزيرة. ألف مبروك يا بن جختب هذا الفوز، هذا الحضور الله مستغرب من أبناء فهاد بن جختب السعدي. تميز في هذا اليوم وسيطرة وهيمنة وقوة
واكتساح وسلطنة يتلقون التهاني والتبريكات لحضورهم في هذا اليوم في شوط البكار المفاريد الوضع في هذا الشوط الذي سيسجل في هذا الشوط الذي سيبقى في الأذهان. 15 فردية حضرت في هذا الشوط، 15 بكرة واضحة أمامكم المتوجة والحاصلة على المركز الأول. لبيه نوادر الجزيرة، فهد بن فهد بن جخت بسعدي عنوانا رئيسيا لهذا اليوم مع لبيه التي تعرض أمامكم وأمامكم كذلك الفرديات الحاصلة على المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع وكذلك المركز الخامس. إنجاز تاريخي يسجل لأبناء فهد بن جخت بالسعدي ويسجل الفهد بن فهد بن جخت بالسعدي. حضر زين وحضر أسماء أمامكم صاحبة